الحكم والقرار، يعني القسم الشريف بالدعوة، كان لزاما عليها أن تقدم المتهم بجميع الأركان تثبت فيه القصد البنائي والعوامل التي توصلت إليها من خلالها، بأن المتهم كان يحوز ويعلم وإرادته إرادة منفردة صالحة لحيازة هذا المتهم. وعلى هذا فإن في شأن التعاطي فهذا مردود عليه من أن التعاطي لم يثبت إثباتا قاطعا، وإنما كان تعاطيا مرخصا به من أهل الخبرة مختوما بخاتم النسر، فأميح له ومباح له أن يتعاطى ذلك. أما أيد الحشيش، أيد الحشيش ده هنا حضرتك عشان أقول إنه تعاطى، يتعين أن يقدم الطبيب الشرعي النسبة المئوية الخاصة بتركيز المخدر داخل الجسد. ما هو أي حد دلوقتي، ما هو التدخين السلبي هو التعاطي السلبي. أي واحد دلوقتي ما هو ماشي جنب واحد ولع سيجارة، لو كان الطبيب الشرعي هنا بقى حط في التقرير وقال أه والله وإن هذه النسبة تزيد عن النسبة الطبيعية أو تزيد عن ممكن الباب ده لو كان الطبيب الشرعي بقى قال والله ان النسبه المئويه التي وجدت بدم المتهم تزيد على التعاطي او على التعاطي، لكن هو قال وجد ده يفسر دائما لمصلحته مش لمصلحه الطبيب الشرعي، لانه كان يتعين عليه ان يحدد. اما اذا كانت النسبه التي عذر بها داخل دمه هي نسبه تصلح للتعاطي، وعلى هذا سيد الرئيس حضرات السادة المستشارين الله يقول رسول الحق سبحانه وتعالى تروا الحدود مش وما أصاب هذه القضية من شبهات يعتصم بها المتهم ودفاعه أمام الهيئة الموقرة ملتمسا منكم استعمال منتهى الرأفة. المتهم ده بيته اتخرب، قسم تعاقدات والغير برامج سحبت، بيوت الفرقه بتاعته مقفوله. الامر الان بيدكم، ان هي الا كلمه تخرج من افواهكم وبها تبددون ظلمات احاطت برواية تلك الدعوه. وعلى هذا فاني اثق بان الله سبحانه وتعالى سيجري على السنتكم الحكم، وعلى هذا يكون دائما لله الامر من قبل ومن بعد، والتمس البراءه شكل فيه. لو في المدولة